أهلا بكم من جديد. تنتهي اليوم المهلة الدستورية المخصصة لتقديم مرشح جديد لمنصب رئيس وزراء العراق دون مؤشرات قاطعة على الاتفاق على مرشح بعينه، في الوقت الذي يواصل الشارع العراقي ضغطه على الطبقة السياسية عبر مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات في بغداد ومحافظات أخرى، ودعا المتظاهرون في بغداد إلى الخروج في تظاهرات مليونية اليوم للضغط على البرلمان العراقي لتشكيل حكومة جديدة تنسجم مع مطالبهم. كما قال المتظاهرون في بيان تم توزيعه في ساحات الاعتصام أمس إنه على رئيس الجمهورية برهم صالح تسمية رئيس للوزراء قبل عقد جلسة البرلمان، مطالبين بشخصية مدنية تتولى رئاسة الحكومة. في فقرة الآن ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا دكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب تأخر يعني تسمية رئيس للحكومة حتى الآن، ما سببه رغم أنه في مرشحين يعني كثيرين وهنتكلم عنهم بالتفصيل، لكن التأخر، فكرة التأخر في حد ذاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة التأخر هذه جاءت بعد الضغط من الشارع العراقي على الحكومة العراقية وعلى السياسيين والكتل السياسية والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة. الشارع العراقي لا يريد أي من الكتل السياسية كما ذكرنا سابقا بأنه هؤلاء هم من تسببوا بدمار العراق وتحطيم البنى التحتية للعراق، فلذلك يجب على الحكومة العراقية الاستقالة كاملة وأن تكون هناك انتخابات مبكرة. يعني الآن السيد عادل عبد المهدي يدير دفة الدولة برئاسة الوزراء يعني غرض لحد أن ما تجري الانتخابات، لكن الشارع العراقي يرفض كل الأسماء التي رشحت من الكتل السياسية. يعني أمس نرى أنه الأكراد انسحبوا من جلسة البرلمان بسبب أنه الشارع العراقي رفض رفضا قاطعا والقانون الجديد للانتخابات. الشارع العراقي والأكراد، الأكراد يقولون نحن نريد 70-30، أي بما معناه 30 للشارع العراقي و70 للكتل السياسية والأحزاب، إذا لم نفعل شيئا في هذه المسألة. قانون الانتخابات أيضا أجل التصويت على مادتين هي 15 و16 لحد ما أن تتخذ الإجراءات بسبب انسحاب بعض النواب من الجلسة. لذلك مسألة أنه الحكومة العراقية كما قلت لك رشحت بعض الأسماء، ولكن الشارع العراقي لحد الآن كما نقول ينتظر كلاما واحدا من رئيس الجمهورية أو من الكتل السياسية، هنا ستحدث الأمور ستنقلب على الحكومة. ويبدو أنه في انتظار لشخصية كما ذكرنا في بداية الخبر، نعم، تنسجم مع مطالب المتظاهرين، يعني ليس فقط شخصية رئيسة للحكومة أو رئيس للحكومة، ولكن شخصية مناسبة لما يطلبه المتظاهرون. هي نعم، يعني يريدون شخص نزيه عادل. صحيح. يعني الهاشتاكات أنا يعني أقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون نريد رجل نزيه كما كان. صحيح. عبد الكريم قاسم من سنة 58 إلى 63 في 4 سنوات جعل من العراق قوة اقتصادية، بنى بنى تحتية، بنى مدارس، بنى مستشفيات في 4 سنوات فقط. صحيح. الآن لا يوجد حتى المدارس، مدارس طينية. هذا ما يريد الشارع العراقي، يقول أنا عراقي أخرج يا سياسي وأنا أبني وطني. سرقت ما سرقت من العراق فاترك العراق. صحيح. ودعني أنا أبنيه. وهي الفكرة أنه العراق لا يحتاج إلى وقت طويل لأنه بلد غني، هي الفكرة. نعم. كلها في الفساد. طيب دعني أطرح على حضرتك أسماء الذين ترشحوا أو قدمتهم. نعم. الحكومة وتم رفضهم، تم طرح اسم قصي السهيل وزير التعليم العالي. نعم. الرفض، سبب الرفض وسبب الاقتراح أصلا، يعني في وجهة نظر حضرتك، يعني لماذا اقترحوا شخص كان في النظام أو كان يعني في حقبة أو هذا يعني يحمل حقيبة وزارية؟ يعني. نعم، هذه الكتل السياسية هي من ترشح حسب الأوامر الإيرانية التي. نعم. يأخذون من قاسم سليماني. قصي السهيل هو في حزب الدعوة، ومعروف حزب الدعوة من يرأسه وهو السيد نوري المالكي. نوري المالكي في فتراته في رئاسة الوزراء
انذبح حوالي أو قتل 1700 شخص في إسبايكر. دخول داعش، يعني هذه قلنا في وقت سابق بأنه يجب أن يحاكم عليه لأن كان القائد العام للقوات المسلحة، وما جرى في العراق. إذن كيف يرشح حزب الدعوة قصي السهيل وهو منضوي تحت حزب كل الوزراء أو حتى رؤساء الوزراء الذي يأتون إلى رأس الوزارة هم من أحزاب سياسية يأخذون أجنداتهم من تلك الأحزاب وليس في صالح الشارع العراقي والشعب العراقي، وهذا ما يرفضه الشارع العراقي رفضا قاطعا في ترشيح أي مسؤول من الأحزاب السياسية إلى رئاسة الوزراء، لأن سيدخل العراق في متاهة مظلمة مرة أخرى. هنا الشارع العراقي كما ذكرنا أنه السلمية لحد الآن موجودة، ولكن بعد ذلك هناك تحاول الميليشيات المرتبطة بإيران أن تفتعل حربا أهلية، وهذا ما لا يريده الشارع العراقي. نعم. وبالفعل يعني هو تم للأسف نجاح بعض هذه المحاولات في يعني بعض الأماكن، وشهدت أماكن في العراق أحداث عنف كثيرة حتى نعم. الآن لا نعرف المتورطون الحقيقيون فيها. طيب، في أيضا النائب فائق الشيخ أعلن عن ترشيح نفسه أو رغبته في ترشيح نفسه، هناك أيضا أسماء قدمت مثل توفيق الياسري وعلي علاوي، يعني بعض الأسماء. لو حضرتك تلخص لنا فكرة هذه الأسماء، يعني ليس كل شخصية على حدة، ولكن فكرة هذه الأسماء كلهم ينتمون إلى الطبقة السياسية إما الحاكمة أو إما التي كانت تحكم في فترة نعم. سابقة. نعم نعم نعم. هؤلاء أكثرهم هم من الطبقة السياسية. ورئيس الجمهورية لحد الآن لم يتخذ قرار. يعني أعتقد أنه السيد برهم صالح لن ولم يختار رئيسا للوزراء، ولكن ما يمليه عليه الشارع العراقي والمتظاهرين والثوار أعتقد أنه سيتخذ إجراء يا أما باستقالة الحكومة يا أما الحل الوحيد إجراء انتخابات مباشرة. نريد إجراء انتخابات مباشرة في اختيار رئيس الوزراء. هنا سيقع اللوم في حالة أنه الشعب لم يختار رئيس الوزراء الجيد. لكن في مشكلة في قانون الانتخابات يا دكتور. لا، المشكلة ما هي؟ أنا أقول لك القانون الجديد لقانون الانتخابات هناك ستكون لجنة ممثلة من الأمم المتحدة، أيضا لجنة مستقلة من القضاء، لجنة مستقلة من المفوضية. الترشيح يكون على أساس يا أما من القضاء مجلس الأعلى، هذا يجب أن يكون مستقل لا مرتبط بأحزاب سياسية، ونحن نعلم أنه كل القضاء في جميع أنحاء العالم لا يرتبط بأي حزب سياسي، أن يكون مستقل. أيضا يرشح من الجامعات والرقابة المالية في العراق قانون الانتخابات، وأن يكون السن 25 سنة فما فوق حتى يأخذ الشباب دوره أكثر في تعمير البلاد. إذا كان ليس هناك مشكلة في قانون الانتخابات أو المفوضية، لماذا لم يعني يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة طالما أنه لم يتم التوافق على اسم مرشح للحكومة؟ ما أنا أقول لك، الأحزاب السياسية متمسكة. ذهاب قاسم سليماني وجيت قاسم سليماني، هذا مما يؤثر على السياسة العراقية، خاصة أنهم بعض الناس مرتبطين بقاسم سليماني، حتى بعض المسؤولين يعني بألسنتهم قالوا نحن جنود لقاسم سليماني، هم من الميليشيات ويقودون البلد. إذن كيف نكون إحنا العراقيين محتلين من قبل، هل يريدون أن نكون ولاية ثانية أو ولاية لإيران بلاد فارس؟ هذا ما لا يريده الشارع العراقي. نحن نريد أن نستقل بذاتنا. طيب، تتوقع حضرتك أن الحكومة ستظل في طرح الأسماء يعني اسم بعد الآخر ويلقى رفض من المتظاهرين ومن الشارع العراقي ثم يتم طرح اسم جديد وهكذا، يعني الأمر سيسير؟ نحن وأنا أقول لها وأقول للحكومة العراقية وأقول للسيد برهم صالح وللسيد محمد الحلبوسي، استقيلوا الآن على أن تجري انتخابات مبكرة، هناك حكومة تصريف أعمال، لحد أن تجرى تلك الانتخابات نحن
نقول لهم استقيلوا حتى نبعد خطر أو شبح الحرب الأهلية في الشارع العراقي. الشعب العراقي كما رأيتي أنت في كل يريدونها سلمية، فتحوا أبواب الخضراء لهم، يريدون أن يدخلوا، ولكن الشارع العراقي والمتظاهرين قالوا لن ندخل، هي سلمية تستقيل الحكومة. إن دخلتم إلى المنطقة الخضراء سيكون هناك قتلى وشهداء، وهذا ما تريده بعض الميليشيات الموجودة داخل العراق أيضا. يعني هذه الميليشيات إن لم نقضي عليها سنذهب إلى الهاوية، لأن بيدهم السلاح وتجدين الجيش ليس بيده السلاح. هذه الميليشيات أصلا لعبت على فكرة ترهيب المتظاهرين. نعم أكيد، يعني منذ بداية الاحتجاجات في العراق وتم اللعب على فكرة ترهيب المتظاهرين. نعم. فكرة أنهم يعودون مرة أخرى إلى منازلهم والمطالب يعني كأنها لم تأتي. يعني أعطينا من الشهداء وأعطينا من الجرحى والمعوقين في هذه الثورة التي ابتدأت في شهر 10 ولحد الآن مستمرة. هل من المعقول الشارع العراقي ودم الشهداء يذهب هكذا سدى؟ لا أعتقد ذلك. الطبقة السياسية الفاسدة يجب أن تزال، وستزال إن شاء الله هذه الطبقة السياسية الفاسدة. طيب. بسبب ما عاناه الشعب خلال تلك الفترة من 2003 ولحد طيب الآن. في شيء مهم يعني أريد أن أفهمه، بهذه الطبقة السياسية يعني ما يحركها هو الخوف من قاسم سليماني مثلا، أم الاستفادة والتربح من مناصبها؟ سأقول لك مسألة جدا مهمة لا يعلمها أحد لحد الآن من التحليلات. يعني إيران لها دور في العراق، لماذا؟ أنت قلت قبل قليل كلاما جميلا، قلت إن العراق لديه من الموارد وبلد غني. طبعا. ماذا تفعل إيران؟ إيران حتى تمول الحوثيين في اليمن، وحتى تمول سوريا، وحتى تمول الميليشيات داخل العراق وحزب الله في لبنان، تأخذ من الأموال. أوقفوا المصانع العراقية، لازم تستوردون من عندي من إيران. أوقفوا كل شيء في العراق، تأخذون مني الكهرباء وغيرها. هذه المسألة، أنه هذه إيران تلعب هذا الدور، لماذا؟ تأخذ من الأموال بالمليارات، فتذهب إلى أين؟ تذهب إلى حزب الله وإلى الحوثيين وصناعة وكلائها يعني. وكلائها. طيب بسمح لي يا دكتور، لكن حضرتك أيضا لم تجيب على سؤالي. في تقدير حضرتك، هل ما يؤخر الطبقة السياسية أو المسؤولين في العراق هو خوف أم استغلال للمنصب وتربح من هذه المناصب؟ نعلم أنه هناك فساد، ولكن البعض يشير إلى أنه هناك حالة من الخوف، حالة من الرهبة. نعم. من السيطرة، هذه السيطرة يعني اللي امتدت يعني أكثر فترة طويلة. نعم. لأنه حضرتك تتذكر في بداية الاحتجاجات كان يريد عادل عبد المهدي الاستقالة، وبعض التقارير أشارت إلى أنه تم منعه من هذه الاستقالة. هذا مؤشر إلى أنه هناك حالة من الخوف داخل الطبقة السياسية. نعم، الميليشيات المتنفذة داخل العراق الموجودة والموالية لقاسم سليماني وللحرس الثوري الإيراني، هذا ما يمنع أن يستقيل بعض الساسة العراقيين. يعني حتى عندما رشح السيد محمد الشيع السوداني كرئيس وزراء، ماذا قال؟ قال إيران لا ترغب فيه مباشرة. قال إيران لا ترغب فيها. إذن إيران هي المتحكمة في السياسة الداخلية العراقية. طيب. في جلسة للبرلمان اليوم، ما توقعاتك بشأنها؟ اليوم التوقعات أعتقد أنه البرلمان لن يتوصل إلى قرار في مسألة الانتخابات، يا أما تجري انتخابات مبكرة كما قلت لك أو أن تستقيل الحكومة. لذلك لا يستطيع البرلمان أن يفعل شيئا إلا بالاستقالة كاملة، وهذا ما يريده الشارع العراقي والثوار العراقيين، الاستقالة كاملة والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة
وبإشراف منظمات دولية حتى تكون انتخابات نزيهة، والشعب هو الذي من يختار رئاسة الوزراء. بعض الـ 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 الأمور التي طرحت، مسألة أنه في حالة تغيير الدستور هل نذهب إلى نظام رئاسي أم نذهب إلى نظام برلماني؟ فالآن الشارع العراقي أغلبه يتوجه إلى النظام الرئاسي، لأن رئيس الجمهورية تعطى لديه الصلاحيات مع جزء من صلاحيات رئاسة الوزراء حتى يستطيع أن يعني يطرح الخطط اللازمة لبناء العراق مرة أخرى، ولا يكون ضعيفا أمام الميليشيات، أن يقضي على الميليشيات نهائيا، وأن تسحب الأسلحة من الشارع، وأن يخلى الشارع من الأسلحة التي تنتشر، وإلغاء مسألة الميليشيات الموجودة الموالية لإيران، ومحاكمة كل الفاسدين في الدولة الحالية. طيب، الخيار الخاص بمسألة انتخابات مبكرة، يعني ما السيناريوهات المتوقعة إذا ما جرت الأمور إلى انتخابات مبكرة؟ ما الذي سيحدث في رأيك؟ أعتقد أنه إذا جرت انتخابات مبكرة وفتحت الأبواب لجميع الذين يترشحون إلى المنصب، هنا الشارع العراقي هو الذي سيختار من هو الشخص المناسب. طرحت أسماء كالسيد عبد الوهاب الساعدي الفريق الركن كقائد عسكري عندما حرر المدن العراقية، رجل نزيه ورجل عادل، طرح هذا الاسم. أيضا طرح اسم السيد الأسدي، أيضا قائد عسكري، أيضا يعني طرحت أسماء من قبل الشارع العراقي والمتظاهرين، بعض الأسماء من الدكاترة والناس الكفوءة في إدارة الدولة، وبعيدين عن الأحزاب، بعيدين عن الأحزاب، لا على أساس، هذا شرط ضروري جدا، أن لا يكون من الأحزاب السياسية، وأن يكون كما كان وزيرا أو كان مسؤولا في الدولة، هذا لا يجب. لكن دكتور، يعني لا يوجد حزب أو تحالف في العراق ليس لديه توجه أو ليس لديه يعني كما يقولون مثلا فكرة أنه لديه ظهر خارجي، نعم، أو إقليمي أو دولي، يعني أقول لك، ولا الأحزاب اللي موجودة المستقلة تماما والعراقية 100% هي قليلة؟ لا 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 لا, لا يوجد. كل الأحزاب مرتبطة بأجندات خارجية، توجهات وأجندات، اللي مرتبط بإيران، اللي مرتبط بتركيا، اللي مرتبط بالسعودية، اللي مرتبط بأمريكا، اللي بروسيا، اللي بالصين، يعني أكثر الأحزاب من أين أتت بالتمويل والأموال؟ يعني لنكون صريحين، من أين أتت؟ أتت من بعض الأجندات التي رشحت المسؤولين ليكونوا في هذا المنصب حتى يتوجهوا بتوجيهات تلك الدول. فالشارع العراقي الآن يرفض هذا كله، لا يريد الأحزاب السياسية المرتبطة بأجندات خارجية، يقول أنا أريد وطن، أريد بلدي العراق، أريد أن يرجع العراق بلد الحضارات، بلد 7000 عام، بلاد سومر وآشور وأكد، هذه كلها نريد أن نعيدها، نحن العراقيين نبنيها، وفعلا هذا ما حدث. وحتى هذه التوجهات يعني كان العراقيون كان من الممكن أن يستمروا فيها أو يصبروا عليها، ولكن إذا كان العراق يلقى يعني موارد بلده والغنى الذي يتمتع به العراق كان يعود على المواطن، كان يعني كان من الممكن أن يكون الأمر ليس كذلك، ولكن حتى الفساد، يعني حتى ليس فقط طبقة سياسية وأجندات، ولكن الفساد انعكس بشكل كبير على الخدمات وعلى مستوى معيشة المواطن العراقي، وبلده غني، فهذا طبعا ما دفعهم، دايما بيكون المحرك اقتصادي في البداية، الاقتصادي، نعم، ضروري جدا المحرك الاقتصادي. نحن الآن نعيش ليس في انقلابات عسكرية، نحن نعيش الاقتصاد هو الذي كما ترين الآن أمريكا محاصرة إيران، انظري إلى إيران أين ذهبت، صحيح، في الاقتصاد في الحصار، نعم. أيضا يعني هناك أناس خبراء، يعني أضرب لك مثل بسيط، منظمة الذهب العالمية قالت إن العراق يستطيع أن يبلط شوارع العراق بالذهب بمساحة 2.5 سنتيمتر، ذهب يغطي العراق كله من الموارد اللي موجودة، نهرين دجلة والفرات،
أرض السوات، يعني التمر أرض السوات كانت تسمى من النخل الموجود فيها. طيب. النفط، البترول، الغاز، اليورانيوم، جميع أنواع الموارد ما خلق الله تجديها في العراق. طيب أنت تجدين الآن نوري المالكي يمتلك 6 مليار دولار، جماعة الحكيم يمتلكون مليارات الدولارات في البنوك الإيرانية واللبنانية وغيرها، أكثرهم في البنوك اللبنانية. لماذا في البنوك الإيرانية؟ كما تعلمين اقتصاد إيران ينهار، بعض السياسيين توافقوا مع إيران ويقولون لا يجب أن يكون هذا الحصار والكلام على إيران وإيران. طيب. دولة هذا يعني. طيب. دعنا نتحدث قليلا عن الحراك والمتظاهرين. نعم. العراقيين، يعني ما الأجواء وما الأوضاع والدعوة لمليونية، فكرة الدعوة إلى مليونية، وعدم يعني استطاعة أحد أن يرهب أو يرهب المتظاهرين، وحتى الآن يدعون لمليونية، وأعلنوا في بيان أو أعلنوا بيان يعني. نعم. يعلن عن سلميتهم حتى الآن. نعم. وفكرة التزامهم بالسلمية وتأكيد جديد لمطالبهم. هذا ما يريده يعني الآن، حتى مسألة البرد، حرارة الجو المنخفضة في العراق الآن في الشتاء، تجدينهم يتغطون في البطانيات وينامون في ساحة التحرير. يعني مسألة السلمية، هناك بعض من يدخل إلى مناطق هذه أو إلى ميدان التحرير حتى يعمل مشكلة على أنه في خطف، وخطف الناشطين وخطف المتظاهرين بعد متابعتهم من قبل بعض الميليشيات، ورأينا ما حصل في بعض المناطق عندما اختطف الناشط الفلاني والناشط الفلاني والناشط الفلاني، حتى الذي يساعد المتظاهرين قد اختيل. يعني رأينا في فيديوهات كثيرة أنه اختالوا هؤلاء الناشطين، لكن هؤلاء أصروا، قالوا أعطينا من الدماء والذين ذهبوا ليسوا أحسن، يعني نحن لسنا أحسن منهم، يجب أن نضحي، هذا العراق أنه يستاهل أن نضحي بدماء ونروي بدمائنا هذه الأرض الطاهرة حتى نزيح هذه الطغمة الفاسدة ونبني العراق من جديد، وهذا ما نريده. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا الدكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي، شكرا على كل ما تفضلت به. أيضا مشاهدينا الكرام، شكر موصول لمتابعة هذه الفقرة، ونختتم هذه الفقرة من الآن باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات في الساحة العراقية، نتابع.